وأشارت رئيسة حزب مصر أكتوبر جيهان مديح إلى أن صناعة السياحة تحتاج إلى تطوير التعليم وتكثيف التدريب. أهم حاجة النهاردة إن كل كان بيتكلم إزاي نجذب السياح وإزاي نجذب الاستثمار السياحي أو لصناعة السياحة، وغفلنا تماما عن الآليات. وأهم حاجة إن أنت يبقى عندك آليات علشان يبقى عندك استثمار سياحي وفي نفس الوقت يبقى عندك صناعة سياحة. طيب يبقى رقم واحد احنا مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا ندور على المدارس، احنا ننشئ مدارس ومعاهد وجامعات نزيد منها لتعليم السياحه. طيب عشان المناهج كمان اغير المناهج اللي عندي، المناهج اللي عندي اصبحت قديمه جدا جدا ومناهج ما فيهاش خبره ولا تطوير، محتاجين احنا نطور، محتاجين ان احنا نعمل على الاقل لو احنا نعمل مدارس سياحيه زي المدارس الفنيه اللي هي الصناعيه والزراعيه والتجاريه، ان احنا كمان نعمل حاجه مهمه جدا ان يبقى في سنه الخبره، ان هو ما يتخرجش الا اذا كان بعد سنه بيروح ياخد كل الشغل الاكاديمي ده في الاخر على ارض الواقع، هو لا يمت بصله لاي طالب درسه. فبالتالي مهم جدا جدا ان يكون في تدريب لهؤلاء بعد التعليم.